قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب ونسوش ديروا جيم. ما توحشتينيش، شتي واخا نبقى هنايا حياتي كامله غادي نتسناك حتى تفيقي. منار 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 مالها؟ دكتور ياك لاباس؟ شنو واقع؟ والو باس سي كمال، والو باس، ولكن شنو طاري ليها ما فهمتش؟ ما كاين حتى شي حاجة، بحال هاد الحالة كيوقع. نقدر ندخل نشوفها؟ لا خليها تستقر الحالة ديالها ويكون الخير، ديما إن شاء الله، ديما. الو استاذ مروان، الله يخليك، جتابل على قبل داك العاود ديالك بلال. انا سيهام لا نوفيل. ويا سيدي حيت صباح مريض واحد شويه. لا حنا قمنا باللازم وعيطنا لي على الفيتيرينير، غير هو الا كان ممكن. واش واخا تجي عندنا هاد النهار؟ لا ميمكنليش دابا حتى العشيه، لا مشغول شي وصافي. شكرا. ياسين ما كنتش قلت لي ما تعجبنيش ياك لاباس؟ كنتسنى مروان هاي تعطل شويه. علاش توحشتي؟ لا راه كنهضر بصح. قول لي مالك اصاحبي، شنو هاد الايامات ديما عقلك ساهي وانت ما كاينش؟ عندك شي مشكل في الخدمه؟ سينيوك على شي بروجي ما عجبكش؟ سينيوني على بروجي ما عجبنيش؟ هذاك انت حبيبي. اما ياسين كيوجدوا ليه كلشي، كونترا دي فريمون الشيفور كيتسنى من تحت. تبدل انت على اللياقه بغيت شي اللي بغيت تسمع دابا. المره الجايه غنسكت انا. صافي انا مابقيتش نهضر معاه. هاد ستارات ميزامي. واحد السلام عليكم. وعليكم السلام. مروان مروان واش تريني انت؟ تريني شي نهار؟ خويا تريني انت. شو واقع اصاحبي؟ فرعتي لي بالميساجات ولي زابيل، شنو كيخلعتيني؟ بغيت نعاود لكم واحد البلان. شنو هو؟ خوكم ياسين طاح. شنو هو؟ طاح في الدروج؟ لا طاح في الميزان، ماشي شي ضعاف. شنو دابا كتسط عليه؟ جايبني من قرطحنا باش تقول لي طحت. شوف حالي دابا كنهضر معاك بالصحة صاحبي. قول لهم شوف حالي. تسناني الفوق انا جاي. داكوغ انا نتسناك ما تعطلش. هو هذا الدراري بصحة. دي طاح زري زري. الدراري ديروا لابيسين. شنو ندير؟ فكرة واعرة. تابع الخدمة يلاه دوش. تهضر معاكم بصح الدريه واعره، ما كتفهمش في الدريات انت صح. مروان مازال هنا؟ بصحة مازال. يعطيك الصحة. الصحة الله يعطيك الصحة. انت بعدا ما عرفتش كتريني من راه عرفت كنت بداك الكرش ما بغيتش تبدل. ياك اخويا قالوا لي مانكان الراس راه هو الكرش. بصحة لي زامي. الله يعطيك الصحة. شريكي الله مشو خدمه لوليداتنا دور السوق مخاوي. يلا في حالك دراري. ما مشيتش انت؟ لا مازال عندي لونطخان. يلا بصحتكم. قول لي اش واقع؟ عصرتي عليا؟ ما عصرتش عليك اصاحبي، راه بغيتك. عمر شحال تخاطر معايا هذا شي بروجي جديد ديال ياسين كيتشاور مع خونا قاني. انا خفت عليك كون داير شي مصيبه وداكشي علاش ما عيطت مروان جوستو. طيب واش تخاطر معايا ولا لا؟ اش غنتخاطر معاك؟ راه الا كندير شي حاجه مزيانه
راه ولي غادي يخلص العشاء كما مولف حتى هذا نهار في حط موت انا حطيت له مول كان اليوم يلا تبعني يلا صافي عطيت لواحد الشركه ديال الاشهار وبغيني نسنيو معاهم كونطرا ديال ليكسكلوزيفيتي ان شاء الله يكون خير ايوا من بعد راك عارفني ما عنديش مع الكونطرا تاع صاحبي وبيني وبينك خفت لنتصيد ما عندك مناش تخاف شوف جيب الكونطرا ونريحو عليه ويكون خير نتاعك هاي راه عندي هنا صاحبي داكوغ هاك الدوسي دابا لو بروبليم دابا راه ماشي كيسيون ديال الخوف بوحدو هاد الناس اسيدي بغاوني نخدم معاهم بوحديتو خمس سنين سي نورمال كيدير داكشي اللي سلكهم عرفتي زعما لا سميت هاد الكونطرا با مروان تحلو ليا بزاف ديال الويبان لا كمل عليك عرفتي شنو غدير تخلي هاد الكونطرا من هنا لفان جورني ندير على شي قهوه ونرجع لك صافي انا باقي ما كملتش لونطخينمون حتى العشيه داكوغ حبيبي يلاه صحه يعطيك الصحه باي باي بونجور لالا بسلامة مروان هو الأستاذ مروان كيف عيطتي لي من قبل سهام متشرفي اسمح لي بزاف الا صدعتك هذا النهار غير هو ملي قلبت في اللائحه ديال المنخرطين ديالنا اللي كيركبوا على بلال لقيتك بوحدك اللي كتركب عليه وقلت خاصني نعلمك بانه مريض لا تكون باغي تجي دير شي حصه هذه عامين وانا كنركب عليه غير بوحدي حيت انا الوحيد انا اللي كنعرف ليه وسيرتو حنا صحاب هو ظريف داكشي علاش انا النهار كله واخا كنت خدامه وكل ساعه كنجي كنطلع ليك بارك الله فيك ما كاين لاش تشكرني انا كندير غير خدمتي هادشي اللي زوين في بلال هو كيخليك تبغي بلا ما تحس سيرتو هو كيديكاجي واحد الانرجي بوزيتيف قلتي لي انت باقا زيده هنايا فيك تقبل انا عديت معاهم هاد النهار عجبتني واحد الحاجه قلتيها سبحان الله اللي سمعك كتهضر على بلال يقول بحالك كتكلم على شي صاحبك الخيل اون جينيرال قبل ما تركب عليه خاصك تكون صاحب معاه قبل ما جاوبتيني شفيك تقبل اسمح لي غادي نخليك ميرسي بوكو الو وي واخا دابا نشوف هاد القضية أستاذ مروان صافا الحمد لله غير شي واحد كان تابعني تخلات يلا نوصلك لا شكرا انا غادي ناخذ طاكسي ما نقدرش نخليك هنايا لا لا والله غير شكرا بزاف عافاك تفضلي معايا عافاك يلا شكرا بزاف أستاذ مروان مرحبا الطريق خايبة ما عمرك تفكري تمشي فيها لا راه كنت غادا نشد الطاكسي وما لقيتوش شي مشكل والله الا حشمت منك ما عرفتش شنو غادي نقول لك ماشي مشكل الحمد لله اللي خرجتي ليا الطريق فيك تي غادا شفتي كدير تما كنت غادي نجمع حوايجي في الدار حيت غادي نرحل للمزرعة غنمشي نشوف واحد السيده فيت فيها بخير نوصلك سينو راك تزربان ولا شي حاجه انت قلت لي لا لا خذ راحتك انا ما زربانش شغلكم الاولين اسمح لي دقيقه خذ راحتك السلام عليكم
وعليكم السلام. هما كاع الوثائق اللي طلبتي مني نجمعهم. زعما كتضني سلك منها السي مروان. سيدكم ما كانش بارئ، ما كنت غندافع عليه. ربي يخليك، ان شاء الله يكون خير. التقي فيها. ميرسي. اسمحي لي ما تعطلت عليك. لا ما كاينش، يسمح لي انت اللي سمح لي. فهمتيني كتكوني؟ حلفة. كاين حتى مشكل، النمرة ديال راه عندك، حتى شي حاجة عيط ليا. بارك الله فيك. غير ما تنسيش تهلا ليا في بلال، مرة ما نعطيني خبارة. ما تحتاجش توصيني، على الراس والعين. شكرا. يلا تصبح على خير. با عمر صافي سي كونفيرمي. اشنو الجروب ديال النرويج ما فاش كتكون عندنا؟ برافو عليك، ما عندي ما يتسال. بقيتي تابع داك البروجي حتى جبتيه؟ وي اش كتسحاب والله العظيم الا ما كتضحكوني نتوما بجوج بيكم. علاش اخويا؟ واش نتوما تبقاو مقابلين غير لي زافير لي زافير، الخدمه الخدمه الخدمه؟ ولا حنا بحال كنبقاو مقابلين غير النعاس النعاس وسطار على والو؟ انا اخويا سطار على والو، كنخدم في الوقت اللي بغيت، في الجو اللي بغيت، مع من ما بغيت. ما سوا عليه، انا غنزيد نقتلك. مرحبا بك في الريستو اللي كيعجبك تعشى فيه اليوم بالليل. دابا دابا بنتي واعر، دابا هذا هو ياسين اللي كنعرف. اش قلت لك؟ كاينه شي كونطرا جديده بيني وبينك ياسين؟ بعد مره كيبان لي دري صغير وراسو خاوي ودابا غير تفاح، ولكن من جهه اخرى كيبان لي عنده ويقول وغادي يمشي بعيد في الكارير ديالو. عقل على هاد الهضره اللي كنقول لك. لا هو غيمشي بعيد، خافي العياقه وبروش غيمشي بعيد. واحد مروان فين هو؟ مروان مروان اليوم مع الطرك عارفو. انا غادي نمشي نعيط ليه. سير شوفو سير. انت عطلتي؟ يلا كنت كنعيط لك في التليفون. والله الا عاد ساليت. صباح. صباح. ايوا هادو هما الناس ديال القانون، تالمو مهمين ومشغولين وما كيعندهمش الوقت فين يجيو يجلسوا مع صحابهم في الكلاب. فين الدراري؟ راه والله جمعتو عاوتاني؟ راه حاولنا ديال فين يجينا اليوم الكلاب. جو واعر. عندكم الزهر لقيتو خاوي، سعداتكم. دراري وان صافا صافا صافا. ما راكبش هاد الصباح؟ لا انا ما فياش حتى بلال عيان. ايوا خليه يرتاح. زعما الا ما كانش بلال ما تركبش؟ جيت نونسكم. بو مروان الشوكولا ولي كيتاس مع منيش كيعطي لي نرجع صاحبي. وانت عارف واش حال كيعجبني هذا. انت راه كتعجبني.
يلا الدراري شي 3 تور يلا ها وبريمي كي غاني يلا ديري خدمتك هاد البشر جبيننا بعدا في الزواق راني كنخدم جو في كل شهر هنايا باش تجي وحده بحالك تدخل وتخرج عليا في الهضره تقول لي انا امبورتي كوا ما فهمتش منين كيجيبوا بحال هاد الاشكال بلاقص علينا حنا كاع من هاد الكلب يلا فحالنا مادموزيل سيان مادموزيل سيان شو واقع ياك لاباس انت كتشوف والله الا عييت والله الا صدماتني حشومه تهضر معاك بالطريقه وما عندهاش الحق تهضر معاك اصلا ايوا واش غندير ولك تجي باش نهضر معاه ولكن عند الزهر مشات ماشي مشكل ماشي كاع الناس بحالك يا سي مروان حيد يا سي مروان واخا استاذ مروان سي مروان استاذ مروان حيدهم كاملين تحت راسي كبير اسمح لي يا استاذ مروان يا ربي السلام واش ناقص عاودو ويغني شحال من فوق عاودو ما فهمناش اش واقع مروان يلا الدراري اشتغل ما فهمتش انا الطيحه هادي والتغيبه هادي كاملين حنا ملعود موقع الناس بحال هكا ما فهموش شتو كديرو هاد الدراري شتو كديرو صاحبي ما فهمتش اش واقع انا دابا باقي ما فهمتش يلا تبعوني في غادي خواتي بالله اش هاد الزهر عندي وانا عاد بديت الخدمه مروان الله يخليك عيني باش ما كان انا غادي نمشي للاداره وا لا عرفت كتكون في الكلب جي نشوفك ياسين طاح من فوق العاود شحال لقيت الدراري ما فهمتش اش كتقول كيفاش طاح من العاود ما عرفتش الزو دابا في لومبيلونس راه الكلب خلينا نمشي نشوفهم اجا خي خدام هنا خدام اخويا اش واقع انا ما عرفتش واقع اخويا الله يجازيك بخير الدري اللي كان طالع فوق العاود قبيله وطاح كاين شي حاجه ما عرفتش ما عرفتش ما بمشتش كاين شي مسؤول هنا مسؤول اللي كاين مشى لمراكش كيفاش مسؤول مشى لمراكش ولا تطوان صافي حنا نهضروا هنا صالح هاد البوليسي من دابا صافي يا صاحبي اما كيعيطوني دابا عمر الو وي شنو وقع اش كتخربق اصاحبي اش كت اش وقع قالك ياسين مات شنو شكي خربق هذا اش كاين اول هادشي شوفو لا ما تقدرش تقدر شوف اجي معايا مكانش عندي مع المرحوم مكانش عندي مع التصرفات ديالو مع فعيل مصيبة بوحدو حتى عبد الكبير وعمر ديما كنت منوضة معاهم هذا المرحوم اللي كتهضر عليه كان في مد وقت قبل صافي سكت قاعدك ما يتقال كونكتي كتسكت بحال هكا شحال هادي كان غادي يكون حسن مروره ماشي هي موضوع ديال صحابك راه حتى انا صاحبك صاحبي شنو دابا شنو كدير ليا دابا شنو
اش كتعملي بحال هكا؟ باغي تسعرني؟ ديتني بالضمير؟ نهار تعرفت على درت مع ديال البراج تديني بحال انا غريب بحال ما كتعرفنيش. بارك فرعتي لي راسي بهاد الديسكور، سمعت منك تطيبتي لي راسي. شوف احسن حاجه غادي دير ما تبقاش واقف، غتزيد وصل لي لوبيتال وشوف صاحبي ديال الصحه شنو واقع له. ما بقاش نضيع معاك الوقت، حيت الا بقيت معاك انا اللي غنسعر ماشي انت. صافي Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Marwan, joyeux anniversaire. 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 راه عارف داكشي اللي كتجيب للدراري وعارفك من كتجيب، راه تخرج على راسك وتخرج عليهم والله ولقى عندك كيما نتفك معاك. شفتك بحال اللي كتحقق معايا، ياك متيقتي راسك بوليسي راك عارف سيكوريتي. سيكوريتي صلاح 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 صافي خويا قلب صعب اخر الله يرحم الوالدين. عقل عليها شو انت كتحلق اجي في حالك اجي في حالك يا سيدي خذ غير حالك وداك الصراط من هنا يلا في حالك يلا حشومه كاع والله الا حشومه. وي حكيم شنو؟ وقتاش هادشي؟ شنو دار؟ واخا قطع قطع حتى انا عليك قطع. مروان صراحة صافا زين صلاح مالك اش وقع؟ ما وقع والو حنا خدامين في التحقيقات. ما كندويش على التحريات كندوي عليك وعليا. واش حنا صحاب؟ واش حنا كنا صحاب؟ اش كتخربق؟ بيان سور حنا صحاب. علاش ما كنحس بالصحابة؟ علاش كنحس بك تبدلتي؟ وليتي كتكعى؟ علاش أقرب واحد ليا كنحس به بعيد وما كيفهمنيش؟ مروان ماشي وقيت هاد الهضرة كاع. وين توقيتها؟ حتى سالي لوطوبسياك. هادشي التحقيقات والجرائم راه خدمتي. وكنفهم فيه ولوطوبسي كيدار في الوقت اللي كيكون الشكوك واضحه وباينه. انت قلتها مروان راه لوطوبسي اجراء عادي كيدار في كاع الحالات ديال الموت اللي كتجي هكاك حيت ما كاينش شي واحد كيموت هكاك. مروان الطبيب اللي عين جوتا استبعد فرضيه ان ياسين يموت سكت قلبي رينا ما كان عنده حتى شي مشكل في القلب. ياسين مات موت الله. ياسين مات موت الله. قلت لك الطبيب اكد. صافي صلاح الله يخليك انا محامي وعارف شنو كنقول. السيد مات باقي صغير ما كيلاش نكرفسو مع والديه. خلي الاجراءات دوز عاديه وليدي راه باغي يدفنو. أنا لوطوبسي
ما كاينش لاش نفهمك، قلت لك انا اللي لطوت. سهام اش كديري هنا؟ كنت كنتسناك. علاش كتسنيني؟ نسيتو هاد لي زعفر ديالكم وقلت نجيبهم لك. اكو شكرا. ماشي مشكل. مروان نسيت الطوموبيله ديالك في الكلوب. عارف فاش جيتي انت؟ في التاكسي. انا غنعيط للسيد اللي جابني باش يديك بلا ما تسد راسك. ماشي مشكل. ماشي بزاف عليك البرد؟ سمح لي. الو ارجع ارجع اخويا ارجع، كاين واحد السيده غتلقاها قدام باب الدار ديها معك وعافاك بلا ما تخلص من عندها. يلا اوكي. هو جاي. خليتك على خير. خليتك على خير. ياسين حتى الناس عارفين يشوفوا داكشي اللي في يديك ولا حشمان؟ لا بلا بلاي ستيشن راه مزيان. ايوا تعلمت لعب. ياسين حتى الناس عارفين داك الماجازين يشوفوا شنو فيه. فرانسك هذيك راه ما يمكنش تلقاها في بلاصه واحده اخرى، كاع ما كتباع في الكيوسك حيت شوف لي طبعا راسو. ويلي فرانسك بعد هاد المجلات هادو راه كيدوزو في المدريد ديال القفاطان. ما عرفتش كيف دوزوك انت. دير انت شوشو دير فاشين وي. لا لا واو 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 كلشي على الموستاج. اوكي كلشي على البوز شوفا. لا مهلين فيك اكراس مروان. لا عيق عليا الدراري شويه نتحرك بحالي. ودرت لي ديك الكريموس اللي درتي في ذاك المونكازين تيقك راك مقلق. نوض ما كتجيش معاك التقليقه. لا الدراري يطلعوا لي المراهقه. صافا صافا خديتي العقلات كاملين؟ كلشي داز مزيان فيا حاجة فين خليتيها؟ حاجة الله يهدي عليك يا ولدي وقف معايا في هاد المحنة. ما تقوليش هاد الهضرة. ياسين راه خويا وانتي راكي الوالدة والهضرة اللي قلتلك شحال هادي كنعاود نقولها لك. اي حاجه احتاجيتي قولها لي وفي اي وقت. ربي يخليك ربي يخليك يا ولدي. ياسين كنتي كثر من خويا. كان ديما كيقول لي بلا مروان ما عمرني كنت غنوصل. من نهار عرفك ولي كيامل كثر بالاحلام ديالو. ياسين نجح حيت موهوب. ياسين نجح حيت انت كنتي ديما موجود معاه. امين. السلام عليكم مروان. بركه في راسك حاجه. بركه في راسك. نمشي معاك باس ولدي. نعم بدل ما حبت تصبر. امين. ياسين كان انسان الله عمره هدر ما يستاهلش ولكن الاقدار. ولكن كان وعدك الحاجه الحق غادي يبان. كومي فوا باش نموت نشي واحد في الكلوب للاسف. بورتو يا سي كان سبورتيف جون
كان عزيز عليا بزاف، الناس كلها كتصبر. الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه مسكين. عشان لا ترتاح يا ربي. اخي انا غنتا. السلام عليكم. السلام عليكم. لا حضركم الله. سلام. السلام عليكم. السلام عليكم. نبيل العرف مدير ديال الكلوب ديال ليكيتاسيون. ياسين احسن من الخريطه اللي كانوا عندنا في الكلوب، كله اخلاق وتواضع. الله يرحمه الله يرحمه. غير بدل محبته بالصبر. الله يصبرك الحاج. تفضل. سي نبيل مرحبا. السلام عليكم. البركه فراسكم من جهتي ياسين. نمشي معك بس. سي نبيل. البركه فراسكم. نمشي معك بس. اسمح لي سي نبيل نسولك، انت علاش ملي قلت صواب؟ واش مولفين المول خريطه كيموت عندكم في الكلوب؟ بابا؟ عرفت واش تقول؟ شكون انت يا بدر؟ سؤال عادي يا سي نبيل، واش مولفين المول خريطه كيموت عندكم في الكلوب حيت طاحهم العود؟ كنعرفوش، ما عمرني شفتو. واش كنت يا انسه حتى ما عمرني شفتك في الكلوب؟ انا سهام لا ريسبونسابل الجديده، وشهر هادي باش خدمت. شهر؟ وجاي تعزف مول خريطه ما كتعرفيهاش. ياسين توفى عندنا في الكلوب، واضعف الايمان هو نجيو نعزيوه او لا. لا توفى؟ شكون ساعدكم؟ قدم لكم صلاح انسبكتور. عمر كلشي مزيان؟ كلشي مزيان. صلاح تفضل معاه. صلاح لي زون كيديرك ما ديرهمش انا، ديرهم في شي بلاصه اخرى. هادي راه دار العزو ماشي كوميساريه. تعرف شنو واخا لك؟ واش انا بوحدي اللي كيبان لي شي حوايج بيزار كيوقعوا هنايا؟ حتى واحد ما بيزار، انت اللي بيزار. ولكن ما كتحتارمش ياسين، احترم غير الحاجه. ان توكا سيدي ميرسي بوكو على الزيارة. الله يصبركم، الله يرحم المرحوم. يا ربي يا سيدي. مع السلامة. السلام عليكم. شكرا. مروان الله يصبركم، والله يبدل محبته بالصبر. يا ربي. سيام تصبح على خير. تمساو بخير. شكرا سيام. الطريق خاصكم تمشوا ترتاحوا النهار كامل وانتم واقفين. الحمد لله بدري زودت مزيان. الحمد لله. وصلكم؟ مزيان، نيت خاصنا نهضروا. داكور. دراري انا بالي صالح ولا كيزيد فيه، وهاد المرة كاع عيق. باش غيزيد فيه؟ السيد كيدير خدمته، اش بغيتي يدير؟ كيفاش كيدير خدمته؟ انت جيتي تنهار العزو بديتي كدير التابوليسيت ديالك حشومه. اش بان لك عمر؟ اش بان ليا؟ راه باين هذاك خينا ما كيحملناش من نهار اللي تعرفنا مع مروان، وكل ما انت بصح ما عمرو غادي يجلس معنا. صافي ما تزيدوش فيه عاوتاني. عمر عنده الحق، حنا ما بقيناش باغي نريحوا مع هذاك خينا. انت ما تبقاش تجيبو معاك. كيفاش ما بقاش تجيبو معايا؟ هذاك صاحبك انت مروان. ماشي غير صاحبك، داير فيها اخوك الكبير. ما تخرجش ما تدخلش فين غادي؟ هذاك الشيء بيناتهم، انا ماشي شغلنا. ولكن باش تبقى تدخل في المود ديال ياسين وتدخل في كل واحد فينا حنا، لا. قلبوا هذا الموضوع، الله يرحم لكم الوالدين. وصافي. مالك مروان كتهضر بحال زعما حنا هما اللي غالطين، مالك تدافع عليه بحال انا اللي غالط، انا اللي غالط. لا فيما كنهضروا على صلاح ما كيعجبكش الحال، راه ما قلنا شي حاجه ما كايناش. السيد خليونا، الله يرحم لكم الوالدين. المحامي ديالهم طالت جا القضية. اصلا القضية مأجلة، فين كاين المشكل؟ ولكن راه طالبوا بتأجيل اخر والقاضي وافق. داكوغ. هاد لافير غادي دوزها لمدخ سعدان، وانت بغيتك فواحد القضية اخرى. ولكن مدخ راه ما يمكنش حيت انا تخوا مو انا خدامة فهاد لافير. عارف،
غير هو كل ما كنتيش تي بارمي لي ميور عند الفينانس ما كنتش غادي نبغيك تكون معايا في هذه القضيه. دونك هذه القضيه هذه الله يخليكم بالنسبه ليا هي تري امبورطون وغنبغيكم كاملين فيها. هذا الدوسي هذا فيه جميع المعلومات اللي كتعلق بالقضيه، واللي عنده شي سؤال يتصل بيا. الدوز هذه اللي ما تخص عدم من يدخل قول يتصل بيا. يلا الله يعاونكم. شكرت ياسين الله يرحمه، كان فيما كيسيني شي كونطرا جديد كان كيجيب من هذا الكوا. حتى انا جابني رجلي هنا وانا نقول ما حد كان كيدير ياسين. تي جونتي مولاي. صراحة الدراري انا ما نقدرش ننسى ياسين فيما مشيت كنتفكرو، خصوصا هذاك التفرويح والهبال ديالو. يا والله يرحمه مسكين. الله يرحمه. مروان لاباس عليك؟ الحمد لله. اش كديري هنا؟ جيت نتعشى. داكوغ، من فين كتجي هنايا؟ مرة. جاي بوحدك؟ وي بوحدي. بغيت نقدمك صحابي. عندك عمر؟ عندك كبير؟ كنعرفو. أهلا لاباس. بلا شك كتعرفي هنا. بطبيعة الحال، علاش كل اللي مولي لينا في الخيل في الكلوب من غيرها؟ على الراس والعين. يلا نخليكم بالصحة والراحة. لا، مالك جاي بوحدك، روحي معنا. لا، ما بغيتش نصدعك. لا لا، ما كاين ديروج ولا حتى شي حاجة، ما كاين حتى شي ديروج. مرحبا بك بيان سور. نهار كبير. بارك الله فيك. كيداير الخيل ديالي؟ مزيان. صباح، شكرا. شكرا. انا جيب لي بحال ديما ولا عرفتي شنو غدير، هاك جيب لي بواسون كلي. ميرسي. حنا اليوم غناخذو كيف ياسين الله يرحمه، بلا اللي كان كياخذو. ميرسي. الله يرحمه مسكين. انتوما كتخدموا مع مروان؟ لا، انا الخدمه ديالي النيفو شويه طالع عليهم ماشي بحالهم. واش كاين شي واحد غادي يوصل للنيفو ديال مروان؟ السيد صعيب ان ما نقدوش عليه. الحقيقه انا وعمر هادي دابا تقريبا شحال شي 8 سنين تقريبا 8 سنين حنا شركه كنديروا داكشي ديال ليفنت داكشي ديال العراسات ياك. بزاف عليك هو القصاير. حنا الناس هام تعتبروا دابا من العشره الاولى في المغرب في الدومين ديال ليفينونسي. ما كنا بغينا هما اصلا غير 10 ماشي مشكل. صدفة زوينة يا سلام. الله يعاودي. انا وليت كنفكر دابا نشري شي شي عود، ولكن بغيت لا راس تكون بربير. اها يا كيقولوا لها سي المغص. اه وي صباره زعما وصحيحه. وليتي كتخسر وليتي تبدل العود. مشكله فيك انت. لا ماشي مشكل فيها. مشكل ديك العوده اللي كتعطيني سهام جوستومون عارفه ضعيفه بروبون خاص مالا لا مروان. لا انا ما كنديرش مجهيات في الخدمه. اش كتفكر؟ فين ملحت عينك يبان لي البلاصه اللي كتشوفها كتفكرني فيها. سي نورمال غادي يبان لك الموت ما كيحس بالحر ديالها غير اللي مجربها. والديا ما توجوش الله يرحمه. الله يرحمه. الناس اللي عزاز علينا البلاصه اللي كنشوفها كتفكرنا فيهم. حتى انت غيكون عندك شي بلاصه كيفكرك في الناس اللي عزاز عليك. هذه هي الحياه. بصح الو. لا لا ما قعدتش والله غير سيرو. داكوغ انا نشوف. يلا انا نشوف ردك وصافي صافي. تراني باغي نمشي معاهم الكورس وانا ما عنديش المورا. بالعكس خاصك تمشي معاهم، الحزن في القلب خاصك تخرج وخاصك تحاول تفوج على راسك. خاصك تمشي من الدال عاد تمشي معاهم. ماشي مشكلة. شنو فعلا مشيتي بدلت حوايجك؟ كتعاونيني باش نمشي. بغيتك تفوج شوية.
معاه. الا كان هادشي غيريحك نمشي معاك. هو اللي كنت ديت عندو الطوموبيل هادي واحد العام ونص باش عاود 3 سلندرات. يا خويا انت مكرفيس. ما كذب عليك انا مكنرحمش الماشين. صاحبك تعبت لك مسان. غنسمع موتور ونيد تو. ها هو وصل. انا عارفه غادي يجي. ماشي من النوع اللي عز عليه يخسر. الله يخسر. زوينة هاد البلاصة. غتعجبك بزاف. هو صاحبي. ماشي زي معك كوب بيلوت زين عندك كلشي هادشي الا خسرتي غضحك مالك كيما ضربتك بالخاتم ديالي ماشي مشكل سكول شي فريمون ديزولي تا زعما الا بغيتينا نحبسهم شوف حالنا ماشي مشكل بغيتي دير سبه ولا شنو غادي نضحك عليك مزيان الا خسرتي فراسك ما غاديش نضحك عليك حيت ما غاديش يخسر ايوا واللي خسر شنو غادي يخلص سيدي اللي غادي يخسر مسؤوليه ديك الساعات نشوف يلا رورا واش دير راسك واش دير ما تقول شويه عليك صحتك يا معلم كل ما الدور الاخر نجيبك عندك الزر عندي الزر الله يخلى الغبار يا اللي دارت عليا سير مقفاز ما عمرني ربحتك عندك الزر عمر اتخلص عشاء عمر ابارك من الضحك باسل عمر عاوني خرج عمر برك عمر 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 شنو واقع؟ نزل بوين وانا؟ واش وقع لي بحال ياسين؟ واش وقع مروان؟ مروان الشيش كيتعاود لاش؟ عمر لا إلا عمر عمر لا عمر جبري جبري عمر عمر جبري ما وقع لك والو عمر هدر هدر انا كنسمعك هدر مروان مالو ساكت علاش ما كيهضرش مروان علاش مروان مالو شنو وقع ليه ما تقولش لي عمر لا الا عمر عمر لا ما عرفت
حاجه راه النهار كامل ما كليتي والو. مروه هادشي اللي كتعيش لقاسه الموت ديال عمر اللي تنهرسوك، وانا عارف بلي كانوا صحابك بزاف، لكن هادشي اللي كدير في راسك راه ماشي هو والو. كون اصاحبي شي حاجه. شكون اللي قال عمر وياسين غاديين يموتوا بجوج في خطره واحده؟ هذا الشيء نحس كيدي فينا واحد بواحد. بركة من الهضره الخاويه. واخا ماشي وقتو بغيت نسولك، قول لي اخر مره هضرت. شوف شحال من خطره كنقول لك بلي الاعمار بيد الله، دخل هاد الهضره في راسك وانت كتقولها بفمك. الاعمار بيد الله، ولكن انتحار بيد بنادم، وانت كتنتحر بالتصرفات ديالك والتبريش. صحابك ماتوش بعموت، فكر في راسك، توقد شويه. انا غنمشي في حالي حسن. احسن حاجه غادي دير هي تمشي في حالك. سمح لي. نعم سيدي. كتسول على شي حد؟ ما عقلتيش عليا. شحال قد من عقل كيجيو عندنا هنا الناس بزاف. نفكرك، انا صلاح صاحب مروان اللي صاحبو ياسين مات هنا، واللي عمر حتى هو مات في السباق اللي كانوا موالفين كيديروا، وكنت معاهم. تفكرت كاتي صلاح صافا؟ الحمد لله. لاباس عليك؟ كاين شي حاجه فاش نخدموك؟ هي غتخدميني بزاف. مرحبا. شنو بغيت نعرف؟ شكون انت؟ منين جايه؟ وشنو هو غرضك؟ حيت بصح نهار جيتي وانت داري لي قوقه في راسي. نعتبر هذا منك تحقيق. تحقيق؟ شكون يهضر على التحقيق؟ واش عرفتيني بوليسي اصلا؟ قالها لي مروان نهار الكنازه. وانت عقلتي، برافو عليك. سي صلاح الله يخليك، هذه بلاصه الخدمه ديالي. عندك شي حاجه راه تقول مرحبا، ما عندكش تفضل. الله يخليك. غادي نمشي، ولكن متاكدي غنعاودو نتلاقاو. مرحبا. غنسولك، هذاك العاود الطونير اللي كان كيركب عليا ياسين الله يرحمه مزيان؟ علاش كتسول؟ ما كرهتش نتعلم الخيل، كيعجبني. اللي كيعجبك الخيل اجي صباح الاداره وهما يقولوا لك. تفضل اسي صلاح. مساء الخير. سي عام. جيت غير نشوف كيف بقيتي. مرحبا بك. تفضلي. ياك ما شتو ديرونج بنتي ليا، ماشي هو هذاك. باغي عيان شويه وصافي. ياك لاباس. لا طالع عليك سخانه بزاف، مشيتي للطبيب؟ لا. الا بغيتي يلا نمشي معاك. لا ما كاينلاش، كنت نتنعش شويه قبيله. وخليك نعس، خليك انا غادي نجيب لك الفراش ديالك. سي عام بلا ما نبرزتك. لا لا عادي، صحتك هي الاولى. الله يخليك. خليك. والله حتى تبقى جلس. شكرا. ماشي مشكلة. شتاني تبوريشة. عندك السخانة. واخا
كنت راسي بحق. صباح الخير. صباح النور. كيف صبحتي؟ الحمد لله. لا صعبة الحمد لله. ما يكون عندك باس. يلا أنا غادي نخليك. خصني نمشي للخدمة. طيب بعد عيطي تفطري. تبارك الله عليك حالك. اسمحي لي عذبتك معاها. شكون اللي قال لك انا تعذبت؟ مروان ما كاينلاش تبقى تفقس براسك. هادشي اللي وقع راه مكتاب وما عندك ما دير. ديرها بصحتك. يلا انا تعطلت خاصني نمشي. تهلا براسك. فطري بعدا. بارك عليا. الله يجبد. سهام شكرا. شفت مرة لي زبرو يدي الكلب كيطلبو على الخيل الا انتيا. كيعجبني الخيل بزاف ولكن كنخاف منو كيجيني عالي. زوينة داعي هاد المرة غادي تركب على الخيل حيت غادي نكون معاك. واخا سير على خاطرك غنركب عليك ولكن بشرط. دينا بالشروط عتاني. شرط سهل. غتبقى حدايا. عزيز عليا بلال كيجي مريف. موجود الموجود.
اش كديري مع مروان؟ علاش خصني نطلب منك الاذن باش نشرب معاه قهوه؟ لا غير سبحان الله ما دخلتي في حياته وصحابو كيموتو واحد واحد. ولكن ما تخافيش غادي نبقى تابعك تنعرف شكون انت منين جاي وشنو تحت راسك. بقى كتقلب حتى تعب حاجه خلاص سي صلاح تيقلب على شي حاجه كيلقى مفتون كيجيبها في راسك. صافي اسمح لي صلاح شكدير هنا؟ وانا انا شفتكم جالسين قلت تسلم عليك. مرحبا. بارك الله عليك سهام. صافا لاباس عليك؟ الحمد لله. عرفتي الطريق؟ ما تخافش عليا. برافو عليك ملي جات الحمق معايا ديال تقادير ميرمينت. لا ما قلتهاش حيت انا كنقول لك وقت ما احتجتيني انا معك. اجبتي يلا كتشوف فيها فراسك انت واخا محامي وكتوقف قدام القضاه وكتدافع على الناس وكتهبط في المحكمه في الحياه ديالك سكوتي وحشوم ما كسبت والو. شكرا بزاف يا سامر على هادشي كامل اللي درتي معايا. جيسبيري شي نهار نرد لك الشكر. ما كاين لاش تشكرني اسيدي انا هادشي اللي كندير كنديرو من قلبي. عرفتي سيام كيجيب لي الله بحال الا شبعي قلت انا معاه بحال الا شنو؟ لا والو لا غير قول ماشي مهم والله سيدي حتى تقول ملي حلفتي ما نحنتكش كنحس براسي بحال الا خاصني نشوفك كل نهار ولفتك بزاف. ما غاديش تيقني الا قلت لك نفس الشيء. سبحان الله عرفت مروان كنحس براسي بحال كنعرفك شحال هادي ما عرفتش كتجيني مختلف عليهم. بغيت نقول مختلف على هاد لي جون ديال دابا انت حنين وظريف وطيب واي حاجه قلبي مفتوح لك في اي وقت واخا للاسف تلاقينا في واحد الظروف اللي شويه صعيبه هادشي ديال الموت وهاد المشاكل مي الحمد لله هذا كتاب الله داكشي اللي كاين. انا ما كاينش اللي خلاني قد عبد الكبير غير سد على راسو خفت لي يدير في راسو شي حاجه مسكينه. كيسكن بعيد عليك؟ غير حدايا ما بعيدش بزاف مي فريمون خلاني. لا حول ولا قوة الا بالله هادشي اللي غنقول لك. شفت لك هادي كنت ضايع على الخير. لا شكرا بزاف. قلت لك ما باقيش تقول لي شكرا ما بيني شغلك. شربي عصير ديالك.
سهام مساء الخير. مساء الخير. جينا انا مروان نطلعوا عليك. جاكم الخير. فين هو مروان؟ ها هو جاي مشى غير بلاصه الطوموبيل. تفضل. تفضلك لسي. تصبي شي حاجه؟ لا شكرا بلا ما نعذبك. ما غاديش نقول لك كيف بقيتي حيت عارفه الحاله النفسيه اللي كدوزو منها، ولكن حاجه واحده اللي غادي نقول لك، الصبر. هادشي اللي وقع للدراري باقي بواش يدخل لي راسي. ياسين وعمر مشاو في رمشة عين، شي كان صعيب عليا بزاف. لا اله الا الله. عمر ما كانش غير صاحبي، كان اكثر من خويا. كناش كنتفارقوا، ورفاش مات ما قدرت لا نخرج نشوف الناس لا نخدم لا حتى شي حاجه. عبد الكبير ارجعوا لله اخويا، هادشي اللي كدير فراسك راه ما غينفعك بوالو. انت في صحتك راه وجهك كله كيبان لي صفر. هادي يومين ما قدرت الناس، حاس براسي غادي نطرطق. كتعذب فراسك على والو، هادشي اللي كدير ما غاديش ينفعك. شربتي شي دواء؟ الدواء ما عنده ما يدير ليا، داكشي عندي فراسي لداخل قادرش ننسى. ولكن الدواء غادي يخفف عليك شويه، حتى انا مره كتجيني الشقيقه، داكشي علاش كنكون ديما هزه معايا الدواء. فين هي الكوزينه؟ على يدك اليمين. انا غادي نصايب لك الدواء. بسم الله. مروان تعطل، انا غادي نمشي نعيط عليه. صافي بارك الله. الله يسلمك. الله يسلمك. شكرا بزاف. فين كنت تمشي؟ كنت نتاعك معايا. لا لا بالعكس. ما بقيتش تحب. لا انت ما سخيتش بك. حتى انا ما سخيتش بها. صباح الخير. صباح الخير. عاوتاني انت، واش انت غتبقى غير كتخرج ليا في طريقي؟ شنو بينك وبين مروان؟ شغلك؟ سوقك؟ سوقي يا لالا، يمكن شي لا تعرفتي عليه البارح وكاع لاصقه وجالسه باش نبو بلا ما تكون تحت راسك شي حاجه. نهار تولي ولي الامر ديالو انا غادي نجاوبك. ايوا لالا انا هو ولي الامر ديالو كي جيتك. لالا سهام جلولي، سبحان الله قلبت على سهام جلولي ما لقيتش لا الاطر في كازا، ولكن لقيت واحد سهام جلولي مسكينه عندها 60 عام، عندها الاولاد، عندها الحفايد، ما عندها حتى شي علاقه بك انت. ما كرهتش نشوف لاكارت ناسيونال ديالك ديال بصح. إلا كنتي انت واحد البوليسي فاشل سي صلاح انا ما كيهمنيش شغلك هذاك. حاجه اخرى، هاد المره باقي تعرض لي طريقي انا اللي غادي نديكلاري بيك. حتى داك كيسميو تحرش، تفهمنا؟ سميه تحرش، سميه ابتزاز، سوقك هذاك. انا اللي كنعرف ما غادي نمشي حتى نعرف من تحت راسك. ماشي مشكل، الا كنتي سي صلاح باغي تقصر راك غنجيب له عنوان. انا ما كيبان ليا ما غلط في والو، هاد القصر ما كان متشي يديرها يا عيالات. عندك حساب لك انا سهلك، وهادوك اللي كتخلع لك ومسالي ماشي من داك النوع اللي كيخاف. غادي نشوف. غادي نشوف. Thank you.
مسكنو. ديري جيتي والله باغي نعيط عليكم. اش كدير؟ الياس اش كدير كتعرفني يا صاحبي؟ قول لي تلقوا مني. دخل معنا حتى لمركز الشرطة وغادي نهضروا. خاصني لقيتو بحال هكا صاحبي. دخل معنا حتى لمركز الشرطة الله يخليك. دخل معنا. المعلومات اللي توصلنا بها صحيحة. ضل مروان غادي اعطيكم 10 دقائق شكرا بزاف مروان ملي جيتي ما لقيت حتى واحد يوقف معايا في هذه المحنه انا الموكل ديال ثلاثه الناس اللي قتلتين عمر وياسين عبد القاهر كنت خربق واش تصديتي ولا شنو حتى انت معاهم اخر واحد كنت كنظن يشك فيا هو انت ماشي غير كنشك فيك انا متاكد وماشي غير متاكد عارف باللي انت اللي قتلتي وانا كانسان قبل ما نكون محامي غندير اللي في جهدي باش نثبت باللي انت اللي قتلتي شتك بزيك الطرافع خذ راحتك تخي راسك قدام الواكل كتقول لهم صاحبي هو اللي قتل وإلا كان يتبادى التهم هادو غادي يريحك أنا مستعد نعترف بهم ولكن ماشي هادشي اللي ضرني كان عاد الناس هادو اللي شكوا فيا حاجة ولكن ماشي تشك فيا أنت حاجة أخرى اسمع سي صلاح غادي نحط كل شيء غادي يبقى مقابلك غير أنت غادي نحط الدم اللي نشوفه باش ندخلك الحبس عندك الحق انا ماشي صحاب ما عمرنا نكون صحاب برافو عليك ما عارف اش كتقول ما عارف اشنو كدير كدير خدمتك انتي اللي وجدتي هادشي كامل بغيت نديرها لك مفاجأة تبارك الله عليك شحال وانا باغي نجلس معاك هاد الجلسة هاد سيرتو ملي شدو صراحة ولكن تقي بيا والله ما تبقى فيه بسم الله ميرسي عرفتي شناهي أحسن حاجة درت في حياتي هي ملي درت الدوبل ديال الكلا وعطيتك واحد حيت عارف راسي وقت ما جيت للدار غادي نلقاك موجدة ليا شي سيربريز بحال هادي ياك صالح كان صاحبك كان صاحبي كان صاحبي يمك الاعدادي ملي كان كيدافع عليا توفيتني بعامين حتى ملي شد الباك كان مرة كيجي يطلع ليا دوماج دوزنا يا مزوان المهم هادشي كاع كنبغيت نتفكرو كاع بصراحة تبدل بزاف سيرتو ملي تعرفت على الدراري مكانش كيحمل ياسين وعبد الكريم وعمر يقدر مكانش كيحمل يشوفك معاهم حيت حيتاش ما عرفتش يقدر درتو ليه شي حاجه ولا يقدر درتو شي غلطه في حياتكم خلاتو يفكر فيكم هاد التفكير هذا غلطه زوينه هادي اول مره كنسمعها وعيش لا اي واحد كتكون عنده شي غلطه في حياته شنو المظاهرات اللي قد يدير بنادم قتل عليه ثلاث الارواح في نظرك ما عرفتش Thank you.
ياسين عمر وضع عمر وضع الدراري اش حتكون في الساعه شكون هادي نوضي اش واقع تما انا مغيبه هادي ومضروبه اش هادشي درنا الدراري خصنا نحيدوهم من هنا راه قلت لك الوالدات تجي الصباح اش تحيد اش مسطي ولا مالك هذا راه سميتو اختطاف اختصاب اش من اختطاف واش من اختصاب بغيت نستقل لا تهمه من والو واش غنطلق عليا انا واش هادشي ما تعرفتينا واش حنا اللي درنا عقلت على شي حاجه اضطرنا نحيدوها من دارنا وديروا اللي بغيتوا شت مراد ولا مالك عاد شنو غدير انا غادي نمشي بحالي سمعتيني وانتم دبروا راسكم انا ما كنعرفكمش وما كنتش معاكم مروان مروان واش نخليهم وانت في دارنا اختي مروان عمر واش كتنفس الدريه باقا كتنفس خويا دابا راه كيضرب وديروا شي حل نعيطوا للمبيلونس نديروا شي حاجه واش غادي نديروا غادي نعيطوا للمبيلونس نشربوا راسنا ناري على درنا ولا ما درناش دابا راه لاصقه فينا خصنا نلقاو شي حل خصنا نلقاو شي حل انا عندي الحل وفضل المعلومات اللي درتيني لها قلت لنا بانك توصلتي واحد المكالمه هاتفيه هي اللي خلاتك تمشي للدار عنده ايوا احنا كنثقوا فيك مشينا اتصلنا مركز اتصالات وعطانا كاع المعلومات اللي بغينا مكان الاتصال والمتصل وفين هذا واحد المحل حانوت لقينا واحد السيد تما سولناه وعطانا المواصفات ديال السيده اللي طلبات منه يتصل بك سيده هذه ما غادي تكون غير سهام سهام هذه سهام صديقه ديال مروان وانا اصلا كنت شاك فيها من الاول المهم حنا مازال في التحقيق دابا انت ما بقى عندك ما دير هنايا غادي يمكن لك تمشي وبالنسبه للقرار توقف اسده العميد بالنسبه للسلاح الوظيفه تنكملوا التحقيق ديالنا ولكن ما غنرجع حتى ترد لي الاعتبار ديالي احنا معاك غادي نرجعوا لك الاعتبار ديالك ولكن ماشي دابا نكملوا التحقيق ديالنا وحنا معاك دابا يمكن لك تمشي طيب. وعطانا المواصفات ديال السيدة اللي طلبات منه يتصل بك سيدة هادي ما غادي تكون غير سيها والدي ماتوا بجوج وفي عام واحد جاهم السرطان وخلوني عندي 12 عام بقيت غير انا اختي اختي ضحات بحياتها كلها باش تقريني وباش تكبرني كانت هي امي وهي با وهي حياتي كلها وديما كنقول كيفاش غادي ندير باش نرجع ليها شويه من داكشي اللي دارت معايا واحد النهار كيعيطوا عليا البوليس قالوا لي لقينا اختك بين الحياه والموت مرميه في واحد الخلا علاش شنو وقع لها للاسف في النهار اللي خرجت تشري فيه الخاتم ديال الزواج ديالها شدوها اربعه ديال المجرمين تكرفصوا عليها ما لقاو ما يديروا شدوها ورموها رموها في الخلا ما تقبلتش وحاولت تنتحر ولكن الحمد لله ربي كبير هاد الحديثة خلتها تفكر الرقم ديال الطوموبيل ديال صاحبك ياسين اللوح هنايا ما عرفتش انا ما تسولوني على حتى شي حاجه انا باقي ما فاهم والو اللوح هنايا كنهضر معاكم الدراري واش خليتوني بوحدي محل صرف هاد البلاد راه حنا معاك معايا شكون اللي هبط معايا ياك نبقى بوحدي خويا هبطوا بحالكم هبطوا بحالك يلا 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 راسك شوية كبير زهر
عبد الله يلا يلا هذا عاد جاي يبقى يرجع لي يلا يلا عمر صاحبي يلا فضل فضل وصل بي فضل صاحبي فضل تحت يلا لا لا ما كاين حتى واحد كيقول مسكين حتى واحد كيقول لي ما كاين والو ما كان عندي حتى شي حاجه ضدك وانت ما كان عندك حتى شي دخل في القصه ولكن انت اللي تدخلتي فيما لا يعنيك سي صالح قصتي كانت مع مروان وصحابه وكان خاصهم يدفعوا ثمن الغلطه ديالهم واش غادي تبقاي ساكته ديال اش هادي جيب لي هاد النمره ديال الماتريكول ديال المدرسه انا عارف راسك قاصح ما غاديش تقول لي علاش بغيتيها الا بغيتي مالا ترتاح جبد لي مولا الطوموبيل شكون صافي واخا كوني هانيه يلا بسلامه اهلا صافا كلشي بخير مزيان فين درتي لي الطوموبيل هايا في البلايصه كما العاده سويرتاتي حتى انا هنا ها الشوكولا الله يحفظك الله ينورك الغزال حمار السلام عليكم السلام لالا عافاك انا فين تيخدم رضا شنتوف ولكن شكون انت اللي كتسولي عليه دابا انا وحده من المعجبات ديالو وبغيت نتصور معايا جات على خاطرك هو كيخدم هنا ولكن يلا خرج باش يدير لك ايطاسيون كيدير لك ايطاسيون هو وي كيدير لك ايطاسيون مع صحابه ومن بعد كان خاصني كيفاش نوصل لعبد الكبير في الحقيقه ما كانتش صعيبه بزاف الظروف كلها كانت مساعده مساء الخير جينا انا مروان كيلاري من بعد دخلتي انت في الخط وكان لازم نبعدك عليا حتى نكمل الانتقام ديالي با ابراهيم با ابراهيم نعم بنتي مساء الخير با ابراهيم مساء الخير بنتي الله يحفظك فيك اللي يدير واحد الحسنه الا قدينا عليها انت شوف با ابراهيم مع انا زربانه شويه وبورتابل ديشارجا وواحد السيد من العائله ديالنا مدبز مع مرتو الله يحفظك غتعيط على خوت تقول لي يجي دابا جوج كلمات الو صالح اجداب عند عبد الكبير صافي نعول عليك صافي كوني الله يحفظك با ابراهيم أجبتي وفين النمرة عطيني النمرة باش نعيط والله الا نسيت ها انت هاي النمرة صافي كوني هاني بنتي صافي كوني هاني الو جوج كلمات الو صالح اجي دابا عندك صافي دابا غنعيط هول عليك صافي بنتي الله يحفظك شكرا بزاف بارك الله فيك صافي انا نعيط لك كوني هاني الو السلام عليكم الله يخليك بغيت نبلغ على واحد جريمة قتل روان
عنديش كيفاش نشرح لك اخويا. اسمعني مزيان، اخر على النمره قايده 19 فيلا 19 زنقه الزهور كاليفورنيا، غادي تخرجوا مع قوات. ما تعطلت عليا نتلاقاو تما دابا. يلا مجرم كيخلي الدليل الإدارة ديالو أو للاس المحامي. أنا ما سمنتكش بحدك، سمنت راسي معك حيت كنبغيك، ولكن كنبغي حيت كثر منك. كنت كنتي شي مروان اخر، يا ريت تكون ما كنتيش معاهم داك النهار، يا ريت تكون تلاقينا بشي زمان اخر. I'm